آداب الدعاء. للدعاء آداب يلزم الداعي أن يتأدب بها، منها أن يكون مطعم الداعي ومسكنه وملبسه وكل ما معه حلالا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر رسول الله الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. ومنها أن يمسح بهما وجهه في آخر الدعاء. قال عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه. فهذه هيئات اليد، ولا يرفع بصره إلى السماء. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم. ومنها أيضا خفض الصوت بين المخافتة والجهر، لقوله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ومن آداب الدعاء أيضا أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. ومنها أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. وآخر آداب الدعاء هو الأدب الباطن، وهو الأصل في الإجابة: التوبة ورد المظالم، والإقبال على الله عز وجل بكنه الهمة، فذلك هو السبب القريب في الإجابة.